اهلا بحضراتكم ومرحبا في لقائنا الدوري المعتاد من قناتكم تركستان الشرقية. برنامج صوت تركستان يسلط الضوء على بلد يعيش في عالم اليوم لكنه لا يعيش كسائر البلدان. بلد داخل قفص اختطفته الصين منذ قرابة 70 عاما، تمنع عن اهله التطوير، تمنع عن اهله التنمية، تمنع عنهم حتى انتشار العلوم التي تربطهم بالدين، علوم الشرع، او العلوم التي تربطهم بالحياة، العلوم الطبيعية من طب وهندسة وزراعة وما الى ذلك. تمنع عنهم ان يختاروا رئيسا، ان ينتخبوا، ان يكون لهم احزاب، ان تكون لهم سيادة. لذلك كانت هذه القناة صوت تركستان او شكوى تركستان او صرخة تركستان، عسى ان ينتبه العالم لهذا الخلل فيصححه، أو يتضامن أصحاب القلوب مع شعب تركستان الشرقية. معنا الليلة فضيلة الأستاذ عبد الأحد عبد الرحمن، الأمين العام لجمعية معارف بتركستان الشرقية. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بكم. مرحبا بكم. في البداية بعد الترحيب بحضرتك والإخوة المشاهدين، نود التعرف أكثر على شخصكم الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرتم، اسمي عبد الأحد عبد الرحمن، من مواليد 71، مدينة قرقش، تابعة لمدينة خوتن المشهورة في تركستان الشرقية. أنا ولدت في زمن صعبة، في زمن صعب جدا، لأنه في تركستان الصين عندما احتلت هذا البلد سنة 49، في بعد ذلك بعد الاحتلال كان هناك تيسير الأمور لمدة خمس سنوات أو أكثر. وفي عندما جاء سنة 56، كما حصل في الصين نفس الشيء حصل هناك، قام شخص اسمه ماوسي تونغ هذا المجرم الكبير بحملة الثقافية، الثورة الثقافية من 46 إلى 76 إلى أن مات. الثورة الثقافية هذه أنهت كل شيء في البلد، أحرقت كل ما يتعلق بالماضي من الكتب، سواء كانت هذه الكتب كتبا دينية أو تراثية أو تاريخية أو غير ذلك. أحرقوا ماضي البلد، ماضي البلد كلها، وقتلوا العلماء، وسجنوا المثقفين الباقين، سجنوهم الكثير منهم مدى الحياة، والبعض منهم 20 سنة، 25 سنة، 30 سنة، أقل شيء 15 سنة. للأسف الشديد نحن في عالمنا العربي لم نسمع بهذا مطلقا. نعم. يعني غيبوا عنا، وهذه نعم. جريمة أخرى. نعم. غيبوا عنا أن جزءا من الأمة يمزق ويحرق. نعم. ويقتل، ونحن نتغنى بأمجاد العروبة. نعم. وعظمتها. للأسف يعني هذه الأيام أيضا يعني تركستان الشرقية يعني الصين يهدف أن ينهي هذا البلد تماما، وربما سيحصل هناك أندلس أخرى، والعالم وخاصة المسلمون في النوم العميق. المسلمون في نوم عميق وأندلس أخرى على الأبواب. نعم. وفي هذه السنوات يعني خلال 20 سنة كما قلت يعني أنهت أحرقت كل ما يتعلق بالماضي من الكتب، وسجنوا وقاتلوا العلماء والمثقفين، وهدموا المساجد والمدارس.
لا إله إلا الله. والباقي القليل من المساجد حولوها إلى أماكن للخنازير. حظائر. نعم. مساجد في تركستان تحولت إلى حظائر للخنازير. نعم. حتى عندما أنا كنت صغير والدي رحمه الله ذهب بي إلى إدارة المحلية. نعم. فكان هناك ثق قال لي انظر إلى هذا المكان. فنظرت من الثق في داخل المكان كان هناك منبر. منبر. منبر مسجد. وفي لم يكن هناك مسجد أيضا. قال والدي هذا منبر كان موجود عندنا مسجد في هذا المكان هم جاءوا به إلى هذا المكان. ويقول أنا كل يوم آتي إلى هنا وأنزل. والدك كان نعم. يذهب لزيارة. كان مؤذن. يذهب لزيارة المنبر. نعم. يقول كل يوم أنا أجي إلى هناك. وأنت أيضا تفعل نفس الشيء. وفي ذلك الوقت أيضا لم يكن هناك مساجد مفتوحة. أنت تركت تركستان منذ كم سنة؟ منذ 32 سنة. منذ مطرود منها مهاجر. مهاجر نعم. ومن يذهب لينظر إلى المنبر؟ نعم. أم أن المنبر يعني يبكي وحدته نعم. الآن؟ الآن يعني عندما في هذا الوقت لم يكن هناك مسجد ولم يكن هناك مصاحف ولا أي شيء من ما يتعلق بالدين. فهناك كان هناك مقبرة قريب من بيتنا مقبرة وكنا نذهب إلى هذه المقبرة في كل الجمعة يوم الجمعة. وكان هناك حجرة كبيرة مغطى من الفوق كأنها مقبرة ولكن كان هناك باب ناس كانوا ينزلون إلى هذه الحجرة الكبيرة في مقبرة تحت الأرض. نعم مقبرة تحت الأرض ليس مقبرة حجرة في داخل المقبرة في وسط المقبرة. نعم في وسط المقابر. مقابر كان هناك حجرة كبيرة واسعة الناس كانوا يأتون إلى هنا واحد اثنين ثلاثة هكذا يدخلون إلى هذا المكان وكانوا يصلون صلاة الجمعة. يا الله. نعم هكذا كانت تقام صلاة الجمعة تحت سلطة الاحتلال الصيني. نعم في حفرة أسفل غرفة أسفل داخل المقابر. داخل المقابر ثلاثة يقيمون صلاة الجمعة. لا يعني واحد اثنين ثلاثة هكذا كانوا يأتون الناس كانوا يعني يأتي كان يسعى يعني وفود يعني يخرج ثلاثة ويدخل غيره. لا يعني حجرة كبيرة يسعى مثلا في حدود 100 شخص. نعم كانوا يستطيعون يجلسون ويأخذوا مجموعات قصيرة اثنين ثلاثة نعم يذهبون هكذا حتى لا ينتبه الناس يأتي واحد اثنين هكذا واحد يأتي. وكنت أيضا أنا مع والدي كنا نذهب وكنا نصلي صلاة الجمعة. الاجتماع السري لصلاة الجمعة. نعم أنا لم أكن أنتبه لهذا الأمر يعني كنت أعتبرها كأنها شيء طبيعي جدا. ثم والدي أراد أن يعلمني القرآن الكريم. لم يكن هناك دفتر مثل هذا ولم يكن هناك قلم. والدي كان نجارا فصنع لي قلم من الخشب قلم واحد أدخله في الخشب في شيء كان يكتب ولكن لم يكن هناك دفتر. بسبب ذلك كان والدي يكتب الحروف العربية على التراب. على التراب. نعم على التراب. كان دفترك التراب. كان دفتري التراب. كنت أحفظ الحروف ثم الحروف المشبكة أو الكلمة. نعم. الكلمة حروف الأول مفرقة, نعم. مفرقة ثم كلمة. كلمة مثلا ذهب قام جاء حرق ضرب نعم. خرب هذه الكلمات كان يكتب
على التراب نفسها. وتعلمت. تعلم. كان أبي يكتب وأنا أجلس أحفظ ثم يمسح ثم يكتب هكذا. إلى أن وصلت أن أقرأ الجملة أو كلمتين مع بعض. نعم. قام زيد أو ضرب عمرو مثل هذا. جملة الإسلام كلمتين مع بعض. تركستان محتلة. قال النبي مثلا صلى الله عليه وسلم مثل هذه الكلمات. يعني هذه الكلمات كان صعب على التراب. فكما قلت كان والدي نجارا، كان عمل لي لوحة حتى لا تكتب اسم النبي على التراب. نعم، كان عمل لي لوحة فكتب على هذه الكلمات القرآنية، آيات القرآنية على اللوحة. فكنت أمسك اللوحة وأحفظ. فأنا شاهدت يعني فيلم وثائقي عن أفريقيا، كان هناك طلاب كانوا يدرسون على اللوحة، على اللوحة. وأنا تذكرت حياتي في الصغر. نعم نعم، كنا ندرس هكذا. كان يعلق اللوحة على عنقي وأنا ألعب أمشي. كنت أحمل هذه اللوحة وأقرأ وأحفظ الكلمات آيات القرآن الكريم. ما شاء الله. ثم يعني لابد أن أقرأ القرآن، أن تقرأ إلى القرآن. فبحثنا عن القرآن فلم نجد، بكثنا مدة طويلة. ثم والدي اتصل مع أحد الأشخاص، ليس الاتصال التليفوني. نعم. لم يكن هناك تواصل يعني. تواصل. فوجد قالوا أن هناك مصحف موجود. فأرسلني والدي إلى هذا المكان، كان بعيد. ذهبت إليه فقلت والدي يقول يعطيني كتاب. فالرجل كان عجوز، ذهب بي مكان إلى جدار في بيته، فكسر الجدار. من وسط الجدار طلع المصحف. كان الرجل عمل في بيته جدارا ووضع جدار طيني. وضع المصحف داخل. وضع المصحف داخل الطين هذه. فأخرجني أتيت به إلى والدي. وكان المصحف ثقيل وكبير، وأنا أتذكر أنني يعني جبته بصعوبة جدا يعني. كان هذا في أي عام؟ كان هذا، ولكن لا أتذكر يعني، أعتقد 76 أو 77. كان عمرك 6 سنوات؟ 5 6 سنوات أو أقل. نعم أو أقل. كنت لا أستطيع أن أحمل المصحف يعني، كنت صغير بهذا الشكل يعني. فجبت القرآن الكريم فبدأت أقرأ من القرآن. ما شاء الله. وحكايتي على يعني تعليمي القرآن هكذا بدأت. ثم ذهبت، والدي علمني بعض الكتب التركية القديمة في العقائد، مثل يقال عقائد الجوهرية. نعم. هذا مكتوب بالتركستانية بالتركية باللغة التركية. والجن نوائي صبا الله يار، هذه أشعار يعني عبارة عن الشعر. مبين. هذه الكتب تعلمت عند والدي. فخلصت الكتب. فوالدي بحث عن العلماء، وفي ذلك الوقت كان أعتقد يعني 80 سنة 80. متى توفت هذه المدرسة؟ توفى والدك هذا المعلم المدرس العظيم؟ 96. في عام 96. الله رحمه الله. 93. 93. اللهم ارحمه رحمة واسعة. علمك على التراب. على التراب. نعم. ثم على اللوح. نعم. وصلى بك في المقابر. نعم. مرة أنا قال لي اقرأ المصحف من هنا إلى هنا. فأنا قرأت نصف المكان ونصفه يعني قلبت إلى مكان يعني كأنني قرأت يعني. كنت تغش. نعم.
ثم ذهبت الأطفال كنا كانوا يلعبون في الشارع. تريد أن تلعب نعم. أريد أن ألعب. ذهبت فكنت ألعب معهم، ناداني والدي وأجلسني على في جواري بجواره، وكان بجواري عمود عمود البيت، فسألني كيف قرأت هذا، يعني قلت قرأت هذا كله في هذه المدة، قرأت هذا كله، قلت نعم، فخبطني على العمود وضربني على يدي، فأنا بكيت وتركت القرآن الكريم وأصبحت لا أقرأ. فناداني والدي مرة ثانية بعد أيام فقال لي سيطلع من هنا في اليوم القيامة ورود. ورود ورود، سترى هذا، اقرأ، سترى أنك ستنجح في الدنيا والآخرة، وأنا أدرسك في بخارى، أرسلك إلى بخارى. إلى بخارى. كم تبعد عنكم بخارى؟ بخارى أعتقد 1500 كيلومتر. إذن بخارى ليست في تركستان الشرقية؟ ليست في تركستان الشرقية، في تركستان الغربية الآن. في الغربية. في ذلك الوقت لم يكن هناك تركستان الغربية ولا شرقية، يعني كان كلها تركستان يعني. فبدأت أقرأ القرآن الكريم، هذه كانت كان درس مهم خاطرة. ستخرج من هنا زهور. نعم زهور وورود يوم نعم القيامة. يوم القيامة. من أثر الضربة. نعم. وكان خبطني على العمود. على العمود. معلم بليغ أبوك. نعم. ثم بدأنا هكذا، والكتب هذه أيضا كانت كتب القديمة جدا، يعني جبناها بصعوبة جدا من الناس، يعني نسأل من الناس، يعني الناس كانوا يحفظون الكتب، كانوا يعلقون على الأشجار الكبيرة، يطلعون الكتب على فوق الشجر ويعلقونه في شيء بشيء حتى لا يرى الناس، حتى لا تراها نعم. السلطات العيون العيون المتربصة نعم. وكنا جبنا هذه الكتب من فوق الأشجار كما يعني الناس كانوا يبحثون من البيوت من الأماكن العسس يبحثون في البيوت في البيوت، ولكن لم يكن ينتبهون إلى الأشجار وكنا جبنا هذه الكتب من الأشجار. وبعدما تعلمت هذه الكتب فبحثنا عن الأستاذ يعلمني أكثر، فوالدي قال لي يعني أن هناك أستاذ يدرس، عالم كبير يدرس موجود، ولكن بعيد يبعد عن البيت 15 كيلومتر. نعم. فقلت له يعني الذي تريد أنا موجود يعني مستعد. فذهب بي وكنا نذهب بالعربة حمار. بالحمار. بالحمار. وذهبنا إلى هناك، وكان هناك في المدرسة، يعني أقول مدرسة، كان هناك أستاذ، ومدرسة عبارة عن حجرة. حجرة تحت الأرض. تحت الأرض. نعم. تحت الأرض. وكان في هذه الحجرة ثمانية سبعة أشخاص، فأصبحت أنا ثامن شخص، فكنا ندرس في هذه الحجرة تحت الأرض. ومن حجرة أخرى هي استوديو نتحدث منه إلى أمة لا زالت أو نزلت تحت الأرض، أمة أراد الله لها أن تسمو وأن تعلو، فالله تبارك وتعالى قال وهو الحق، قوله الحق عز من قائل يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ونحن بعدنا عن معاني الإيمان بعض الشيء وبعدنا عن العلم كثيرا، فنزلت أمتنا في تركستان تبحث عن العلم في غرفة تحت الأرض، على أمل الخروج من الغرفة والظهور من تحت الأرض. نشكر باسمكم فضيلة الأستاذ عبد الأحد عبد الرحمن، ونواصل قصة مدرسة تحت الأرض في حلقة قادمة بحول الله وصوت تركستان. دمتم في رعاية الله.